قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض مفرش بخيط الصياد بإبرة رقم 4. مفرش بيضاوي، هيبقى فيه غرزتين أساسيتين اللي هو الأناناسة والصدفة، دول الأساس في المفرش. هنسمي الله كده ونبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل في البداية 5 سلاسل، يبقى هنعمل عقدة البداية وبعدين نعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد ما عملت 5 سلاسل هقفلهم بمنزلقة. بعد كده هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهدخل هنا في قلب الفراغ اللي انا عملته اعمل عمود بلف. يبقى نرتفع 5 سلاسل ونعمل في الفراغ عمود بلف، يبقى كده يعتبر عمودين. بعد كده السلسلتين وده العمود الثالث، سلسلتين ده العمود الرابع، يعني هنعمل 8 أعمدة. بين كل عمود والتاني هنعمل سلسلتين، سلسلتين ده العمود الخامس. وطبعا واخدين ايه الخيط الزيادة معانا في الشغل اهو، الدايرة معانا كده 5 أعمدة، سلسلتين كده السادس، سلسلتين سابع عمود، سلسلتين وده تامن عمود. قبل ما نقفل السطر هنعمل برضو سلسلتين ونقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة في الارتفاع. يبقى احنا كده عملنا 8 أعمدة بين كل عمود والتاني سلسلتين. ايه واضحة معانا؟ بعد كده هنرتفع سلسلة من نفس المكان اللي احنا قفلنا فيه المنزلق، هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنعمل غرزة حشو. وفي الفراغ اللي هو سلسلتين هنعمل غرزتين حشو، ادي اول غرزة وادي التانية، وفوق العمود غرزة حشو، يبقى السطر ده كله غرزة حشو. في الفراغ غرزتين وفوق العمود غرزة. اهو كده فوق العمود غرزة حشو وفي الفراغ غرزتين حشو. اهو ده السطر التالت. اول سطر عملنا 5 سلاسل وقفلناهم بمنزلقة، تاني سطر عمود بين كل عمود والتاني سلسلتين، تالت سطر عملنا غرزتين حشو في الفراغ وغرزة فوق العمود. اهو فراغ هما هنا، هنعمل غرزتين حشو وفوق العمود غرزة حشو.
بعد ما خلصت غرز الحشو هقفل بمنزلقة في السلسلة اللي انا ارتفعت بيها. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، دول يعتبروا عمود، وفي غرزة الحشو اللي جنبها هعمل عمود بلف، يبقى كده عمودين. بعد كده هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، هسيب غرزة حشو اهي، وفي الغرزة اللي بعدها هعمل عمود بلف، واللي جنبها على طول برضو عمود بلف اهي. بعد كده هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، هسيب غرزة حشو واللي بعدها هعمل عمود، واللي بعدها برضو هعمل عمود. برضو هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، اسيب غرزة حشو واللي بعدها اعمل عمود، واللي بعدها برضو عمود. هكمل السطر كله بنفس النظام. خلصت السطر اهو وعملت منزلقة في ال3 سلاسل ارتفاع. لازم الأعمدة دي تبقى 16 عمود و8 مجموعات، يعني دي مجموعة، دي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مجموعات، في كل مجموعة عمودين، يدينا 16 عمود. بعد كده بعد ما قفلت المنزلقة هرتفع 3 سلاسل، هي يعتبر عمود، وفي نفس المكان هعمل عمود، يبقى كده عمودين في مكان واحد. في العمود اللي جنبه هعمل برضو عمودين، ادخل كده بالإبرة وهرتفع وهعمل عمود، وفي نفس المكان هعمل برضو عمود. يبقى هنا عملت عمودين، وفي العمود اللي جنبه برضو عملت عمودين، وفي الفراغ ده اللي هو عبارة عن 4 سلاسل هعمل 4 أعمدة، ادي 1 2 3 4 اهو، وفي العمودين هيقابلني عمودين، هعمل في اول عمود عمودين، عمودين بلفة، وفي العمود التاني برضو عمودين بلفة. يبقى فوق العمودين، فوق كل عمود عمودين، وفي الفراغ 4 أعمدة اهو، في الفراغ ادي 1 2 3 4، هيقابلني عمود هعمل فيه عمودين، وفي العمود اللي بعده هعمل برضو عمودين. هكمل السطر كله بنفس النظام. خلصت السطر هو اقفله بمنزلقة، ده السطر الخامس. هقفل بمنزلقة في 3 سلاسل ارتفاع. في نفس المكان هرتفع 5 سلاسل، 1 2
تلاتة أربعة خمسة، وهسيب عمودين، ادي واحد اتنين، وفي العمود التالت هعمل عمود. نعمل سلسلتين ونسيب عمودين، ادي واحد اتنين، وفي العمود التالت نعمل عمود. طبعا الثلاث سلاسل دول يعتبروا عمود، والسلسلتين دول يعتبروا فاصل بين العمود والسلسل. تاني هنعمل سلسلتين، نسيب عمودين، وفي التالت نعمل عمود. عدد الأعمدة دول هيبقى معانا 21 عمود. أو سلسلتين، نسيب عمودين، وفي التالت نعمل عمود. هنكمل بنفس النظام لما يبقى معانا 21 عمود، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد ما خلصنا السطر الرابع ارتفعنا 6 سلاسل، وبعدين سبت عمودين وعملت عمود في العمود التالت، وهكذا نفس السطر كله بنفس النظام. نعمل 3 سلاسل، نسيب عمودين، وفي العمود التالت نعمل عمود. 3 سلاسل، نسيب عمودين، وفي العمود التالت نعمل عمود. لازم يبقى عدد الأعمدة دول عندنا 21 عمود، لو عديناهم هنلاقيهم 21 عشان شغلنا يطلع مظبوط. بعد ما عملت 21 عمود وعملت 3 سلاسل وقفلت المنزلقة، هرتفع من نفس المكان سلسلة وأعمل غرزة حشو في نفس العمود. السطر ده كله هيبقى غرز حشو، وفي الفراغ غرزتين حشو، وفي العمود غرزة حشو، في الفراغ غرزتين حشو، وفي العمود غرزة حشو. السطر ده كله حشو زي السطر التالت بالظبط، غرزتين حشو في الفراغ وغرزة حشو في قلب العمود. هكمل السطر كله ونكمل مع بعض. خلصت اهو سطر غرز الحشو وقفلت المنزلقة. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس المكان هعمل عمود، وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان برضو هعمل عمودين. دي عبارة عن صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين. هعمل سلسلتين وهسيب غرزتين حشو، ادي 1 2 3، 3 غرز حشو. وفي الرابعة هعمل، يبقى انا هعمل سلسلتين واسيب 3 غرز حشو، وفي الرابعة هعمل برضو غرزة صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين. تاني هعمل سلسلتين واسيب 3 غرز حشو، 1 2 3، وفي الرابعة هعمل صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين.
تاني، هعمل سلسلتين وبعدين اسيب 3 غرز حشو، 1 2 3، وفي الرابعة هعمل صدفة مكونة من عمودين، سلسلتين، عمودين. اهو شايفين؟ طبعا انا هعمل الصدفات دي لغاية ما يبقى عندي 13 صدفة. لما يبقى عندي 13 صدفة هنكمل مع بعض. عملت اهو 13 صدفة، وسبت الفراغات دي 5 فراغات مش هعمل فيهم صدفات. بعد بقى اخر صدفة هعمل ايه؟ 3 سلاسل، 1 2 3، وهسيب 3 غرز حشو، 1 2 3، وفي الرابعة هعمل غرزة حشو، 1 2 3، هسيب 3 غرز حشو، وفي الرابعة هعمل غرزة حشو، 1 2 3، نفس النزول كده. بقى عندي 3 فراغات، ادي 1 2 3، 1 2 3، ده الفراغ الرابع اهو، 1 2 3، الفراغ الخامس اهو، اخر فراغ بقى 1 2 3، وهنعمل غرزة الحشو في الصدفة في 3 سلاسل ارتفاع بتوع الصدفة. هنعمل منزلق زي ما عملت الصدفة دي، لازم دول يبقى عندي 6 فراغات، ادي 1 2 3 4 5 6، شايفين؟ لازم دول يبقوا 13 صدفة، وهنا 6 فراغات، لازم العدد يبقى مظبوط عشان بعد كده لما نكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل بقية المفرش مع بعض. لو اول مرة تشوف القناة ولو حابة تشترك فيها، دوسي على كلمة اشتراك الموجودة تحت الفيديو باللون الاحمر علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي بقدمها. بحبكم في الليل، دمتم في حفظ ورعاية الليل.